أيوب واحد، كان في راجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان الراجل ده كامل ودغري بيخاف الله ويحود عن الشر، وتولد له 7 ولاد وتلت بنات، وكانت المواشي بتاعته 7000 من الغنم و3000 جمل و500 جوز بقر و500 حمارة، والخدم بتوعه كتار قوي. فكان الراجل ده أعظم كل ولاد الشرق، وكان الولاد بتوعه بيروحوا يعملوا وليمة في بيت كل واحد منهم في اليوم بتاعه، ويبعتوا ويندهوا اخواتهم التلاتة البنات عشان ياكلوا ويشربوا معاهم. وحصل لما عدت ايام الوليمة ان ايوب بعت فقدسهم، وطلع تاني يوم بدري وطلع محرقات على عددهم كلهم، لان ايوب قال يمكن غلط ولادي وجدفوا على الله في قلوبهم. كده كان ايوب بيعمل كل الايام. وحصل في يوم معين ان جه ولاد الله عشان يتواجدوا قدام الرب، وجه الشيطان كمان في وسطهم. فقال الرب للشيطان منين جيت؟ فجاوب الشيطان الرب وقال من اللف في الارض ومن التمشية فيها. فقال الرب للشيطان حطيت قلبك على عبدي ايوب؟ لانه ما فيش زيه في الارض، راجل كامل ودغري بيخاف الله ويحود عن الشر. فجاوب الشيطان الرب وقال هو بلاش بيخاف ايوب الله؟ مش انت صورت حواليه وحوالين بيته وحوالين كل اللي ليه من كل ناحية؟ باركت اعمال ايديه فانتشرت المواشي بتاعته في الارض، ولكن افرد ايدك دلوقتي والمس كل اللي ليه في وشك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان اهو كل اللي ليه في ايدك، ولكن ليه ما تمدش ايدك. بعدين خرج الشيطان من قدام وش الرب. وكان في يوم معين كان هو وولاده وبناته بياكلوا ويشربوا خمرة في بيت اخوهم الكبير. فحصل ان الرسول جه لايوب وقال البقر كانوا بيحرسوا الارض والحمرات كانت بترعى جنبها، فوقع عليهم اهل سبأ واخدوهم وضربوا الصبيان بحد السيف، ونجيت انا لوحدي عشان ابلغك. وفين وهو بيتكلم جه واحد تاني وقال نار الله نزلت من السماء فحرقت الغنم والصبيان واكلتهم، ونجيت انا لوحدي عشان ابلغك. وفين وهو بيتكلم جه واحد تاني وقال الكلدانيين عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال واخدوها وضربوا الصبيان بحد سيف، ونجيت انا لوحدي عشان ابلغك. وفين وهو بيتكلم جه واحد تاني وقال ولادك وبناتك كانوا بياكلوا ويشربوا خمرة في بيت اخوهم الكبير، وفين وريح شديدة جت من الناحية التانية من الصحراء وصدمت زوايا البيت الاربعة فوقع على الصبيان فماتوا، ونجيت انا لوحدي عشان ابلغك. فقام ايوب ومزق جبته وجز شعر راسه ووقع على الارض وركع وقال عريان خرجت من بطن امي وعريان ارجع لهناك، الرب ادى والرب اخد، يكون اسم الرب مبارك. في كل ده ما غلطش ايوب وما قالش على الله كلام جهل. ايوب 2. وحصل في يوم معين انه جه ولاد الله عشان يتواجدوا قدام الرب، وجه الشيطان تاني في وسطهم عشان يتواجد قدام الرب. فقال الرب للشيطان منين جيت؟ فجاوب الشيطان الرب وقال من اللف في الارض ومن التمشية فيها. فقال الرب للشيطان حطيت قلبك على عبدي ايوب؟ لان مفيش زيه في الارض، راجل كامل ودغري بيخاف الله ويحود عن الشر، ولحد دلوقتي هو متمسك بالكمال بتاعه، وانت هيجتني عليه عشان ابلعه من غير سبب. فجاوب الشيطان الرب وقال جلد بجلد، وكل اللي حيلة الانسان يديه عشان خاطر نفسه، ولكن افرد دلوقتي ايدك والمس عظمه ولحمه في وشك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان اهو في ايدك، ولكن حافظ على نفسه. فخرج الشيطان من محضر الرب وضرب ايوب بقرحة وحشة من بطن رجله لحد قرطه، فخد لنفسه حتة فخار عشان يحك بيها وهو قاعد في وسط الرماد. فقالت له مراته انت لسه متمسك بالكمال بتاعك؟ جدف على الله وموت. فقال لها بتتكلمي كلام زي واحدة من الجهلة، بقى الخير نقبل من عند الله والشر ما نقبلش. في كل ده
ما غلطش أيوب بشفايفه. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر اللي جه عليه، جم كل واحد من المكان بتاعه، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي، وتوعدوا إنهم يجوا عشان يتعاطفوا معاه ويعزوه. ورفعوا عنيهم من بعيد ومعرفوهوش، فرفعوا أصواتهم وعيطوا ومزق كل واحد الجبة بتاعته، ونطروا تراب فوق رأسهم ناحية السماء، وقعدوا معاه على الأرض 7 أيام و7 ليالي، وما كلمهوش حد بكلمة، لأنهم شافوا إن الكآبة بتاعته كانت عظيمة قوي. أيوب 3. بعد كده فتح أيوب بقه وسب يومه وقعد يتكلم، فقال ياريته ضاع اليوم اللي اتولدت فيه، والليل اللي قال اتحبل براجل، يبقى اليوم ده ضلمة ما يطلبهوش الله من فوق وما يطلعش عليه نهار، تملكوا الضلمة وظل الموت، تسكن عليه سحابة ترعبوا ضلمة النهار، أما الليل ده فتمسكوا الضلمة الجامدة وما يفرحش بين أيام السنة ولا يدخلش في عدد الشهور، أهو الليل ده يبقى عاقر ما يتسمعش فيه هتاف، يلعنوا اللي بيلعنوا اليوم، السحر اللي مستعدين عشان يصحوا التنين، تضلم نجوم العيشة بتاعه يستنى النور وما يحصلش وما يشوفش طرف الصبح، لأنه ما قفلش أبواب بطن أمي وما سترش الشقة عن عيني، ليه ما موتش من الرحم لما خرجت من البطن، ليه ما سلمتش الروح، ليه ساعدتني الركب وليه الصدر لأجل مرضع، لأني كنت دلوقتي رائد هادي، وقتها كنت نمت مستريح مع ملوك الأرض والمستشارين بتوعها اللي بنوا خرايب لنفسهم، أو مع رؤساء ليهم ذهب اللي مليين بيوتهم فضة، أو زي جنين سقط يقع ميت يدفن فمبقاش، زي الأجنة اللي ما شافتش النور، هناك يبطل الأشرار غضب وهناك يستريح التعبانين، الأسرى يطمنوا كلهم ما يسمعوا الصوت اللي بيسخرهم، الصغير زي الكبير هناك، والعبد حر من سيده، ليطعتي الشقيان نور وعيشة للي نفسهم مرة، اللي بيستنوا الموت ومش هو وبيحفروا عليه أكتر من الكنوز، اللي بيفرحوا لحد ما يزقططوا يفرحوا لما يلقوا قبر، ليه طعتي نور لراجل اتخفى عنه طريقه والله صور حواليه، لأنه زي العيش بتاعي تيجي الآه بتاعتي، وزي المية تتكب صرختي، لأني رعب اترعبت فجاني، واللي خفت منه جه عليا، ما اطمنتش وما هديتش وما استريحتش وجه الغضب. أيوب 4. فجاوب أليفاز التيماني، لو امتحن حد كلمة معاك تتضايق، ولكن مين يقدر يوقف كلام؟ أديك أرشدت ناس كتار وجمدت إيدين مرخية، قوم كلامك اللي بيتكعبل وثبت الركب المروشة، ودلوقتي لما يجي عليك تتضايق لما يلمسك تترعب، مش مخافتك لله هي اللي بتعتمد عليه، والأمل بتاعك إن طرقك كاملة؟ افتكر مين ضاع وهو بريء، وفين باد اللي ماشيين دغري، زي ما شفت اللي بيحرطوا خطية واللي بيزرعوا شقة بيحصدوها، بنسمة الله بيبيدوا وبرياح مناخيره بيفنوا، زمجرة الأسد وصوت الزئير وأنياب الأسود الصغيرة اتكسرت، الأسد بيضيع لو مفيش فريسة، وأسود اللبوة الصغيرة اتشتتت، اتسللت مرة ليا كلمة فقبلت ودني منها همسة، في كوابيس منام الليل لما يقع نوم عميق على الناس صابني رعب ورعشة،
فترعش كل عظمي، فمرت روح على وشي، أشعر شعر جسمي. وقفت لكن معرفتش منظرها، شبه قدام عينيا. سمعت صوت واطي، هو الإنسان أصلح من الله ولا الراجل أطهر من اللي خلقه؟ أهو العبيد بتوعه ما يأمنهمش، وللملايكة بتوعه ينسب غلط. فقد إيه أكتر اللي ساكنين بيوت من طين، اللي أساسهم في التراب ويتهرسوا زي العتة، بين الصبح والمساء يتحطموا من غير ما حد ياخد باله منهم، من غير نهاية يفنوا. مش اتشدت حبال الخيام بتاعتهم، يموتوا من غير حكمة. أيوب 5. ادعي دلوقتي، في حد بيجاوب؟ والمين من القديسين تتلفت؟ لأن الغيظ بيقتل الغبي، والغيرة تموت التافه. أنا شفت الغبي بتتسبك جذوره، وفجأة لعنت المأوى بتاعه. يبعد ولاده عن الإنقاذ، ويتكسروا في الباب ومفيش اللي ينقذ. ياكل الجعان الحصاد بتاعهم، وياخدوا حتى من الشوك، ويشفط العطشان الثروة بتاعتهم. البلوى ما تخرجش من التراب، والشقة ما ينبتش من الأرض، ولكن الإنسان مولود للشقة، زي ما الطيور الجرحة لعلو الجناحات. لو مكانك كنت أطلب من الله، وعلى الله أخلي أمري. اللي بيعمل عظايم ما يتدورش وراها، وعجايب ما تتعدش. اللي بيدي مطر على وش الأرض، ويبعت مية على وش الصحراء. اللي بيخلي المتواضعين في العلالي، والحزنانين يعلوا للإنقاذ. اللي بيبوظ حسابات المحتلين فما تحققش إيديهم نجاح. اللي بياخد الحكمة بالحيلة بتاعتهم فطيش استشارة المكرين. في النهار يقابلوا ضلمة، ويتحسسوا في الظهر زي ما في الليل. اللي بينقذ الغلبان من السيف، من بقهم ومن ايد الجامد، فيبقى عند المذلول امل، وتسد الخطية بقها. اهو يا بخت راجل يأدبه الله، فما ترفضش تأديب اللي يقدر على كل حاجة، لانه هو بيجرح ويربط الجرح، يحطم وايديه بتشفي. في 6 شدايد ينجيك، وفي 7 ما تلمسكش حاجة وحشة. في الجوع يفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف. من كرباج اللسان تستخبى، وما تخافش من الخراب لما يجي. تضحك على الخراب والمجاعة، وما تخافش من وحوش الأرض. حجارة الغيط تعهدك، وحيوانات الغيط تسلمك، فتعرف ان الخيمة بتاعتك في سلام، وتشقر على المكان بتاعك وما تغلطش، وتعرف ان زرعك كتير، والخلفة بتاعتك زي عشب الارض. تدخل عجوز للقبر زي ما بيرفعوا الحصاد في اوانه. اهو ده اللي دورنا عليه بالشكل ده هو، فاسمعه واعرف انت. ايوب 6. فقال ايوب: يا ريت الكرب بتاعي اتوزن، والمصيبة بتاعتي اترفعت في الموازين كلها، لانها دلوقتي اتقل من رمل البحر. عشان كده طاش كلامي، لان سهام اللي يقدر على كل حاجة فيا بتشرب روحي السم بتاعها. اهوال الله بتعاركني، هو الحمار الوحشي بينهق على العشب اللي عنده، ولا الطور بيرفع صوته على العلب بتاعه؟ هو الحاجة المسخة بتتاكل من غير ملح، ولا في طعم في بياض البيضة؟ رفضت نفسي تلمسه، فبقى زي عيشي المكروه. ياريت طلبتي تيجي ويديني الله الأمل بتاعي، إن الله يرضى فيهرسني، ويسيب إيده فيقطعني، لأن لسه العزة بتاعي وفرحتي الكبيرة
في عذاب ما يرحمش اني ما نكرتش كلام القدوس. ايه هي قوتي عشان استنى؟ وايه هي نهايتي عشان اصبر نفسي؟ هي قوتي قوة الحجارة، هو لحمي نحاس، لكن المعونة بتاعتي مش فيا، والمساعدة مطرودة عني. حق الحزنان على صاحبه معروف، حتى لو ساب مخافة اللي يقدر على كل حاجة. أما إخواتي فغدروا بيا زي سيل، زي ساقية الوديان بيعدوا، اللي هي معكرة من البرد ويستخبى فيها التلج. لو دارت فيها المية قطعت، ولو الدنيا حررت نشفت في مكانها. تحود القوافل عن الطريق بتاعها، تدخل في التوهان فتضيع. بصت عليها قوافل تيماء، ومواكب سبقت منتها، اتكسفوا بعد ما كانوا مطمنين، جم ليها فاتكسفوا، ودلوقتي بقيتوا زيها. شفتوا ضربة ففزعتوا، هو انا قلت ادوني حاجة؟ ولا من فلوسكوا قرشوا عشان خاطري؟ ولا نجوني من ايد العدو؟ ولا افدوني من ايد القاسيين؟ عرفوني فاسكت، وفهموني في انهي حاجة تهت. قد ايه الكلام الدغري جامد، اما التوبيخ منكوا فعلى ايه بيدل؟ بتفكروا تلوموا كلامي وكلام اليائس في الهوى، ولا بترموا على اليتيم وتحفروا حفرة لصاحبكوا؟ ودلوقتي تأملوا فيا، لاني على وشوشكوا ما بكذبش. ارجعوا، ما يبقاش في ظلم، ارجعوا تاني، حقي موجود. يا ترى فيه في لساني ظلم، او انه ما بيميزش الخبز؟ ايوب 7. مش عيشت الانسان جهاد على الارض، وزي ايام الاجير ايامه، زي ما بيشتاق العبد للظل، وزي ما بيترجى الاجير الاجرة بتاعته. اهو كده اتحددت لي شهور سيئة، وليالي شقت قسمت لي. لما ارقد اقول امتى اقوم؟ الليل يطول واشبع قلق لحد الصبح. لبس لحمي الدود ويا الطين، جلدي اتشقق وتأيح. ايامي اسرع من المكوك وتخلص من غير امل. افتكر ان حياتي ريح، وعناي ما ترجعش تشوف خير. ما تشوفنيش عين اللي بيشوفني تاني، عينيك عليا ومش انا. خلص السحاب وراح، اهو كده اللي ينزل للقبر ما يطلعش، ما يرجعش تاني لبيته، وما يعرفوش مكانه بعد كده. انا كمان ما منعش بقي اتكلم بضيق روحي، اشكي بمرارة نفسي. بحر انا ولا تنين عشان خليت عليا حارس؟ لو قلت سريري يعزيني، المكان اللي برقد فيه يشيل الكرب بتاعي، ترعبني بالاحلام وتخوفني بالرؤى، فاختارت نفسي الخنق والموت بدل عظمي. دبت مش من غير نهاية أعيش، بطل عني لأن أيامي نفخة. إيه هو الإنسان لأجل ما تعظمه وتحط قلبك عليه وتشقر عليه كل صبح وكل لحظة تمتحنه؟ لحد إمتى ما تتلفتش ليا وما تهديش عليا لحد ما أبلع ريقي؟ غلط أعمل إيه ليك يا اللي بتراقب الإنسان؟ ليه خلتني هدف ليك فبقيت على نفسي حمل؟ وليه ما ترفعش جرمي وتعدي ذنبي، لاني دلوقتي برقد في التراب وتدور عليا ومش انا؟ ايوب 8. فجاوب بلدد الشوحي، لحد امتى تقول كده ويبقى كلامك ريح جامدة؟ هو الله بيعوج الحكم، ولا اللي يقدر على كل حاجة بيعكس الحق؟ لو غلط لولادك زقهم في ايد العصيان بتاعهم، فلو طلعت انت لله بدري واتدرعت للي يقدر على كل حاجة، لو كنت طاهر ودغري فهو دلوقتي ينتبه لك
ويخلي مأوى الصلاح بتاعك في سلام. ولو كانت بدايتك صغيرة فآخرتك تكتر قوي. اسأل الأجيال الأولانية وتأكد من اللي جربوا أبهاتهم، لأننا احنا من امبارح وما نعرفش، لأن أيامنا على الأرض ضل، فمش هم يعلموك، يقولولك ومن قلوبهم يخرجوا كلام ويقولوا. هو البرد بيكبر في غير المستنقع، ولا الحلفة بتنبت من غير مية، وهو لسه في خضاره ما تقطعش، بينشف قبل كل الهجب. اهو كده طرق كل اللي بينسوا الله، وامل الفاجر يخيب فيتقطع اللي اعتمد عليه، ويبقى اللي اتكل عليه بيت العنكبوت، يسند على بيته فما يثبتش، يتمسك بيه فما يقومش. رطب هو قدام الشمس، وعلى جنينته تنبت أغصانه، وجذوره تشبك في كومة الحجارة وتشوف لها مكان بين الحجارة. لو شديته من مكانه ينكر مكانه ويقول ما شفتكش، كده تبقى فرحة طريقه، ومن التراب ينبت غيره. أهو الله ما بيرفضش الكامل، وما بياخدش بإيد اللي يعمله الشر. لما يملى بقك ضحك وشفايفك هتاف، يلبس اللي بيكرهوك كسفة، أما خيمة الأشرار فما تبقاش. أيوب 9. فقال أيوب: صحيح، عرفت إنه كده. يبقى إزاي ياخد الإنسان صلاح عند الله لو حب إنه يناقشه ما يجاوبهوش عن واحد من ألف؟ هو قلبه حكيم وقوته جامدة، مين جمد قدامه فسلم؟ اللي بيزحزح الجبال وما تعرفش، اللي يقلبها في الغضب بتاعه، اللي بيزعزع الأرض من المكان المستقر بتاعها فتتزلزل الأعمدة بتاعتها، اللي بيؤمر الشمس فما تشرقش ويختم على النجوم، اللي بيفرد السما لوحده ويمشي على أمواج البحر، اللي عمل النعش والجبار والثريا وأبعد الأماكن، اللي بيعمل عظايم ما يتدورش عليها وعجايب ما تتعدش. أهو بيمر عليا وما شوفهوش، ويعدي فما حسش بيه. لو خطف مين يرجعه ومين يقوله بتعمل إيه؟ الله ما يرجعش الغضب بتاعه، ينحني تحته اللي بيساعده رهب. يبقى ازاي بقى انا جاوبه واختار كلامي معاه؟ لاني ولو خدت صلاح ما جاوبش، لكن استرحم اللي يحكم عليا. حتى لو ناديت فاستجاب لي، ما امنش انه سمع لصوتي. اللي بعاصفة بيهرسني ويكتر جروحي من غير سبب، ما يسيبنيش اخد نفسي لكن يشبعني مر. لو كان من ناحية قوة القوي يقول انا هو، ولو كان من ناحية الحكم يقول مين يحاكمني؟ حتى لو خدت صلاح بقي يحكم عليا، ولو كنت كامل يطلعني مذنب. كامل انا؟ ما يهمنيش نفسي، كرهت حياتي هي واحدة. عشان كده قلت ان الكامل والشرير هو يفنيهم. لو قتل الكرباج مرة واحدة يتريق على معاناة الأبرية، الأرض متسلمة لإيد الشرير بيغطي وشوش الحكام بتوعها. ولو ما كانش هو يبقى مين؟ أيامي أسرع من واحد بيجري، تهرب وما تشوفش خير، تمر مع سفن البردي زي نسر بيهجم على الصيد بتاعه. لو قلت أنسى الكرب بتاعي أسيب وشي وابتسم، أخاف من كل أوجاعي وأنا عارف إنك ما تطلعنيش براءة، هطلع مذنب فليه أتعب على الفاضي؟ ولو اتغسلت في التلج ونضفت إيدي بالبطاس، فأنت في النقع تغطسني لحد ما تكرهني هدومي، لأنه ما هواش إنسان زي فأجاوبه، فنيجي مع بعض للمحاكمة. مفيش بينا حد يصالح يحط ايده علينا احنا الاتنين عشان يرفع عني عصايته
وما يفاجئنيش الرعب بتاعه، يبقى اتكلم وما خافش منه لاني مش بالشكل ده عند نفسي. ايوب 10. كرهت نفسي حياتي، اسيب الشكوى بتاعتي، اتكلم في مرارة نفسي، اقول لله ما تطلعنيش مذنب، فهمني ليه بتخاصمني، كويس عندك انك تظلم، انك ترفض عمل ايديك وعلى استشارة الاشرار تنور. ليك عينين بشر ولا زي الانسان بتشوف؟ ايامك زي ايام الانسان ولا سنينك زي ايام الراجل؟ لاجل ما تدور على ذنبي وتفتش على خطيتي، في علمك اني مش مذنب ومفيش اللي ينقذ من ايدك. ايديك كونوني وعملوني كلي على بعض، تبلعني، افتكر ان خلقتني زي الطين، ترجعني للتراب، مصبتني زي اللبن وجمدتني زي الجبنة، كستني جلد ولحم فنسكتني بعظم واعصاب، اديتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي، لكنك كتمت دي في قلبك، عرفت ان ده عندك، لو غلطت تلاحظني وما تطلعنيش براءة من خطيتي، لو عملت ذنب فيويلي، ولو خدت صلاح مرفعش راسي، شبعت هوان وانا شايف الذل بتاعي، ولو اترفع راسي تصطادني زي اسد، بعدين ترجع وتتجبر عليا، تجدد الشهوب بتوعك ضدي وتزود غضبك عليا، مصايب وجيش ضدي، فليه خرجتني من الرحم؟ كنت سلمت الروح وما شافتنيش عين، كنت ابقى كاني ما كنتش، فتقاد من الرحم للقبر. مش ايامي قليله، سيب بطل عني فابتسم شويه قبل ما اروح وما ارجعش لارض ضلمه وظل الموت، ارض ضلمه زي ضلمه ظل الموت وما فيش نظام والنور بتاعها زي الضلمه. ايوب 11. فجاوب صفر النعماتي، بقى كتر الكلام ده ما يتردش عليه، ولا راجل غلباوي بيطلع نفسه صح؟ بقى كلامك التافه هيفحم الناس ولا تتريق ومفيش اللي يكسفك؟ بتقول مبادئي طاهره وانا صالح في عينيك، ولكن ياريت الله يتكلم ويفتح شفايفه معاك ويكشف لك اسرار الحكمه، عشان للحكمه ناحيتين، واعرف ان ليك اله يرفعك من ذنبك. دورت على الله ولقيته، ولا لقيت اخر اللي يقدر على كل حاجة؟ هو اعلى من السما، فهتعمل ايه؟ اعمق من الهوية، تعرف ايه؟ اطول من الارض طوله واعرض من البحر، لو عدى وقفل ولم مين يرده؟ لان هو يعرف الناس الوحشة وبيشوف الخطية فما ياخدش باله. اما الراجل ففاضي، ما عندهوش فهم، وزي جحش الحمار الوحشي بيتولد الانسان. لو جهزت انت قلبك وفردت له ايديك، لو بعدت الخطيه اللي في ايدك ومسكنش الظلم في الخيمه بتاعتك، وقتها ترفع وشك من غير عيب وتبقى ثابت وما تخافش، لانك تنسى الشقا زي ميه عدت تفتكره، وينور عمرك اكتر من الظهر والضلمة تبقى صبح، وتطمن عشان في امل، تتحسس حواليك وترقد وانت مطمن، وتريح ومفيش اللي يزعج، ويتضرع لوشك ناس كتار، اما عنين الاشرار فبوز، الملجأ بتاعهم يباد واملهم روحهم تطلع. ايوب 12. فقال ايوب: صحيح ان انتوا شعب ومعاكوا تموت الحكمة، لكن أنا عندي فهم زيكو، أنا مش أقل منكو، ومين ما عندهوش كده؟ بقيت راجل مضحكة لصاحبه، أنده الله فيجاوبني مضحكة بقى الصالح الكامل اللي عنده بلوى، ليه هوان في فكر الناس المطمنة، وجاهز للي رجله تقع.
خيم اللي بيخربوا هادية، واللي بيغيظوا الله مطمنين، للي بيجيبوا إلههم في إيدهم. فاسأل البهايم فتعلمك، وطيور السماء فتبلغك، ولا كلم الأرض فتعلمك، ويكلمك سمك البحر. مين ما يعرفش من كل دول إن إيد الرب عملت كده، اللي في إيده نفس كل حي وروح كل البشر. مش الودن بتمتحن الكلام زي ما الحنك بيستطعم الأكل بتاعه. عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم، عنده الحكمة والقدرة، ليه الاستشارة والفهم. أهو يهدم فما يبنيش، يقفل على إنسان فما يتفتحش، يمنع المية فتنشف، يسيبها فتقلب الأرض. عنده العز والفهم، عنده اللي يتوه واللي يتوه، يروح باللي بيدو استشارة أسرة، ويغبي اللي بيحكمه، يفك أحزمة الملوك ويشد وسطهم بإيد، يروح بالكهنة أسرة ويقلب الجامدين، يقطع كلام الأمنة ويسحب تمييز الشيوخ، يرمي هوان على الشرفة ويرخرخ حزام الشداد، يكشف المستور في الضلمة ويخرج ظل الموت للنور، يكتر الشعوب التانية بعدين يبدها، يوسع للشعوب التانية بعدين يشتتها، ينزع عقول رؤسة شعب الأرض ويتوههم في توهان من غير طريق، يتحسسوا في الضلمة وما فيش نور، ويرنحهم زي السكران. أيوب 13. ده كله شافته عيني، سمعته ودني وفهمته، زي المعرفة بتاعتكو عرفت أنا كمان. مانيش واقع أنا منكو، ولكن أنا بكلم اللي يقدر على كل حاجة، وعايز عاتب الله. أما أنتو فبتلفقوا كدب، دكاترة بطلين كلكم، ياريتكم تسكتوا خالص. يبقى ده ليكوا حكمة، اسمعوا دلوقتي للحجة بتاعتي، واسمعوا كويس قضية شفايفي. بتقولوا ظلم عشان خاطر الله، وبتتكلموا بغش علشانه. بترفعوا راسه ولا بتخصموا عشان الله؟ كويس ليكوا انه يفتش وراكوا، ولا بتخدعوه زي ما بيخدع الإنسان؟ توبيخ يوبخكو لو حبيتوا الوشوش في السر، فيا ترى ما بيخوفكوش المجد بتاعه، ويقع عليكوا الرعب بتاعه؟ اللي بتقولوه أمثال من رماد، والحصون بتاعتكو حصون من طين. اسكتوا عني فاتكلم أنا، ويصبني اللي يصبني. ليه أخد لحمي في سناني وحط نفسي في كفي؟ اهو يقتلني ما استناش حاجة، بس اطهر طريقي قدامه. كمان هو لي عشان الانقاذ، لان الفاجر ما يجيش قدامه. سمع اسمعوا الكلام بتاعي، واللي بعلنه ليكوا في ودانكوا. اديني رتبت القضية، عارف اني اخد صلاح. مين هو اللي يخاصمني عشان اسكت دلوقتي واسلم الروح؟ لكن حاجتين ما تعملهمش فيا، فوقتها ما اختفيش من محضرك. ابعد ايديك عني وما تخليش خوفك يرعبني، بعدين انده فانا جاوب، او اتكلم فتجاوبني. قد ايه ليا ذنوب وخطايا؟ عرفني ذنبي وخطيتي. ليه تستر وشك وتحسبني عدو ليك؟ بقى ترعب ورقة طايشة واضطرد قش ناشف، لانك كتبت علي حاجات مرة وورثتني خطايا صبايا، فخليت رجلي في الخشب اللي بيحطوا فيها رجلين المساجين، ولاحظت كل الطرق بتاعتي. عن اثار رجلي بتنبش، وانا زي واحد ضرب السوس بفنة، زي توب اكلته العتة. ايوب 14. الانسان خلفة الست أيامه قليلة
وشبعان تعب، يخرج زي الزهر وبعدين يدبل، ويروح زي الظل وما يقفش. فعلى زي ده بحلقت عينيك، وأنا جبتني للمحاكمة معاك. مين يخرج الطاهر من نجس؟ محدش. إذا كانت أيامه متحددة وعدد شهوره عندك وعينت عمره فما يعدهوش، فأثر عنه عشان يستريح لحد ما يفرح زي الأجير بإن يومه خلص. لأن عند الشجرة أمل لو اتقطعت إنها تخلف تاني، وما تتعدمش الأغصان بتاعتها حتى لو إدم في الأرض أصلها ومات في التراب الجذع بتاعها، فمن ريحة المية تفرخ وتنبت فروع زي الغرس. أما الراجل فبيموت ويدوب، الإنسان يسلم الروح فين هو؟ تروح مية البحر، والنهر ينشف ويجف، والإنسان يرقد ولا يقومش، وما يصحوش لحد ما تزول السماء، وما يفوقوش من نومهم. ياريتك تخبيني في القبر وتخفيني لحد ما ينصرف غضبك، وتحدد لي ميعاد فتفتكرني. لو مات راجل يعيش، كل ايام الجهاد بتاعي اصبر لحد ما يجي اللي ورايا، تنده فانا اجاوبك، تشتاق لعمل ايدك. اما دلوقتي فبتعد خطواتي، ما تراقبش الخطية بتاعتي، المعصية بتاعتي تقفل عليها في سرة وتتهمني بذنبي. الجبل اللي يقع بيبعتر، والصخر يتزحزح من مكانه، الحجارة تهرسها المية وتجري في السيول بتاعتها تراب الأرض. وبالشكل ده انت تفني أمل الإنسان، تغلبه على طول فيروح، تبدل وشه وتبعته، يتمجد ولاده وما يعرفش، او يصغره وما يفهمش، لكن لحمه عليه يكتئب ونفسه عليه تنوح. ايوب 15. فجاوب اليفاز التيماني، يكونش الحكيم بيجاوب على معرفة فاضية ويملى بطنه بريح الشرق، فيجادل بكلمة ما تفتش وبكلام ما ينفعش. اما انت فبتبطل مخافة الله وتناقض عبادته، لان بقك بينشر خطيتك وبتختار لسان المحتلين. بقك بيطلعك مذنب مش انا، وشفايفك بتشهد عليك. تكونش اول انسان اتولد وقبل التلال ابتديت، فقعدت الله بتسمع ولا وقفت الحكم عليك بس؟ ايه اللي بتعرفه وما نعرفوش احنا؟ وايه اللي بتفهمه وما هواش عندنا؟ عندنا الشيخ والاشيب، اكبر في السن من ابوك، قليل عندك تعزيات الله والكلام وياك باللين؟ ليه قلبك بياخدك؟ وليه عينيك بتلمع لاجل ما ترد على الله وتخرج من بقك كلام؟ مين هو الانسان لاجل ما يبقى طاهر؟ ولا خلفة الست لاجل ما يبقى صالح؟ اهو القديسين بتوعه ما بيأمنهمش، والسماء مش طهرة في عينيه. فبالاولى مكروه وبايظ الانسان اللي بيشرب الخطية زي المية. ابين لك، اسمع لي فاتكلم باللي شفته. اللي بلغ بيه حكم عن ابهاتهم فما كتموهوش، اللي ليهم لوحدهم اتعطت الارض وما عداش وسطهم غريب، الشرير يتلوى كل ايامه وكل عدد السنين اللي معدودة للظالم. صوت حاجات مرعبة في ودانه، في ساعة سلام يجيه اللي بيخرب. ما عندهوش امل يرجع من الضلمة، وهو بيراقب السيف تايه هو عشان خاطر العيش مكان ما يلاقيه، ويعرف ان يوم الضلمة متجهز بين ايديه. يخوفه الضرر والضيق، يجبره عليه زي ملك مستعد للمعركة.
لأنه مد ضد الله إيده، وعلى اللي يقدر على كل حاجة اتجبر. يجريله برقبة جامدة بتروس تخينة، لأنه غطى وشه بالسمنة وربى شحم على وسطه، فيسكن مدن خربانة، بيوت مش مسكونة، على وشك تبقى أكوام حجارة. ما يستغناش وما تثبتش الثروة بتاعته، وما تتمدش في الأرض أملاكه، ما تروحش عنه الضلمة، أغصانه تنشفها النار وبنفخ بقه يزول. ما ياخدش أمان بالوحش، يتوه، لأن الوحش يبقى الأجرة بتاعته قبل يومه يموت، والزعب بتاعه ما يخدرش. يوقع زي شجرة العنب ثماره اللي ما استوتش، ويبعتر زي الزيتون الزهر بتاعه، لأن جماعة الفجار ما تخلفش، والنار تاكل خيام الرشوة، حبل شقة وخلف خطية، وبطنه جهزت غش. أيوب 16. فقال أيوب: سمعت كتير زي كده، معزين متعبين كلكو، مفيش نهاية الكلام فاضي، ولا إيه اللي بيحرضك عشان تجاوب؟ أنا كمان كنت أقدر أتكلم زيكو، لو كانت نفسكو مكان نفسي، وإني أحكي لكو كلام وهز راسي عليكو، لكن كنت هشجعكو بقي، وتعزية شفايفي كانت هتلمسكو. لو اتكلمت ما بطلتش الكآبة بتاعتي، ولو سكت إيه اللي يروح عني؟ هو دلوقتي أزعجني، خربت كل جماعتي، أبط عليا، اتلاقى شاهد، قام عليا الضعف بتاعي يجاوب في وشي، الغضب بتاعه افترستي واضطهدني، جز عليا سنانه، العدو بتاعي بيحدد عينيه عليا، فتحوا بقهم عليا جامد، ضربوني بالقلم عشان يعيروني، اتعاونوا عليا كلهم، زقني الله للظالم، وفي ايدين الاشرار رماني. كنت مستريح فزعزعني، ومسكني من قفايا فحطمني، وحطني ليه هدف، حوب بيا اللي بيرموا السهام بتاعته، شق الكليه بتاعتي وما رحمش، كب مرارتي على الارض، يقتحمني اقتحام ورا اقتحام، يهجم عليا زي جبار، خيطت خيش على جلدي، وغرست في التراب قرني، احمر وشي من العياط، وعلى جفن عيني ظل الموت، مع ان مفيش ظلم في ايدي، وصلاتي طهرة، يا ارض ما تغطيش دمي، ويبقى صريخي في كل مكان، اهو كمان دلوقتي في السما اللي يشهد لي، واللي يدافع عني في العلالي، اللي بيتريقوا عليا هم اصحابي، لله دلقت عنيا، لاجل ما يتحاكم الانسان عند الله زي ابن ادم عند صاحبه. لو عدت سنين قليلة امشي في طريق مرجعش منه. ايوب 17. روحي باظت، ايامي طفت، لكن القبور ليا، لو مفيش اللي بيتريقوا عندي، وعينيا بتبيت على خناقاتهم. خليك ضامن ليا عند نفسك، مين هو اللي مسؤول عني؟ لانك منعت قلبهم من الفهم، عشان كده ما ترفعهمش. اللي بيسلم الاصحاب للسلب تبوظ عينين ولاده. وقفتني مثل للشعوب، وبقيت عشان التف في الوش، تعبت عيني من الحزن، وأعضائي كلها زي الظل. يتعجب الناس الدغري من كده، والبريء يقوم على الفاجر، أما الصالح فيتمسك بطريقه، واللي ايديه طاهرة يزيد قوة. ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا، مش لاقي فيكم حكيم. أيامي عدت، أهدافي ورث قلبي تشد مني،
يخلوا الليل نهار، نور قريب للضلمة. لو اتمنيت القبر بيت ليا، وفي الضلمة جهزت سريري، وقلت للقبر انت ابويا، وللدود انت امي واختي، ففين بقى الامال بتاعتي؟ امالي مين يشوفها تنزل لترابيس الهوية، يرتاحوا مع بعض في التراب. ايوب 18. فجاوب بلدة الشوحي: لحد امتى تحطوا بخاخ للكلام؟ اعقلوا بعدين نتكلم. ليه اتحسبنا زي البهيمة وتنجسنا في عينيكو؟ ياللي بتفترس نفسه في الغضب بتاعه عشانك تفضل ارض، او يتزحزح الصخر من مكانه. ايوة نور الاشرار يطفي وما ينورش جمر ناره، النور يضلم في خيمته والمصباح بتاعه فوقه يطفي. تقصر خطوات قوته وترميه الاستشارة بتاعته، لان رجليه تزقه في الفخ فيمشي للشبكة، يمسك الفخ في كعب رجله وتقدر عليه المصيدة. حبل مستخبي ليه في الارض والمصيدة بتاعته في الطريق، ترعبه اهوال من حواليه وتفزعه عند رجليه، قوته ياكلها الجوع والبوار جاهز جنبه، ياكل اعضاء جسمه، ياكل اول اولاد الموت اعضاءه، يتقطع عن الخيمة بتاعته، عن اللي بيعتمد عليه، ويتقاد لملك الاهوال، يسكن في الخيمة بتاعته اللي مش تبعه، يترش على مكان راحته كبريت، من تحت تنشف جذوره ومن فوق يتقطع فرعه، ذكره يتباب من الارض وملوش اسم على وش الارض، يتزق من النور للظلمة ومن الارض اللي مسكونة يطرد، ملوش نسل وملوش خلفة بين شعبه، ومحدش يفضل في البيوت بتاعته، يتعجب من يومه اللي متأخرين ويقشعر الاولانيين. هي دي بيوت اللي يعملوا الشر، وده مكان اللي ما يعرفوش الله. ايوب 19. فقال ايوب: لحد امتى تعذبوا نفسي وتهرسوني بالكلام؟ دي 10 مرات كسفتوني، ما اتكسفتوش من انكم تلوموني؟ وافرض اني تهت فعلا، عليا يقعد التوهان بتاعي. لو كنتوا بالحق بتتكبروا عليا وتثبتوا عليا عاري، فاعرفوا بقى ان الله عوجني ولف عليا حبال صيده. اديني بصرخ ظلم فما اتجاوبش، انادي ومفيش حكم، حوط الطريق بتاعي فما عديش، وعلى الطرق بتاعتي خلى ضلمة، شال عني كرامتي ونزع تاج راسي، هدمني من كل ناحية فرحت، وقلع زي شجرة الأمل بتاعي، وولع علي غضبه وحسبني زي أعدائه، مع بعض جم الغزاة بتوعه وجهزوا علي الطريق بتاعهم، وعسكروا حوالين الخيمة بتاعتي، بعد عني إخواتي وما عارف يزاغوا مني، قرايبي كسفوني واللي عرفوني ينسوني، ضيوف بيتي والخدمات بتاعتي بيحسبوني اجنبي، بقيت في عينيهم غريب. ناديت على العبد بتاعي فما ردش، ببقي اتضرعت ليه، ريحتي بقت مكروهة عند مراتي ومنتنة عند ولاد بطني، الولاد كمان رفضوني، لو قمت يتكلموا عليا، كرهني كل رجالتي واللي حبيتهم اتقلبوا عليا، عظمي لزق في جلدي ولحمي ونجيت بجلد سناني. حنوا حنوا انتوا عليا يا اصحابي، لان ايد الله لمستني، ليه بتطردوني زي الله وما تشبعوش من لحمي؟ ياريت كلامي دلوقتي يتكتب، ياريته اترسم في كتاب واتناقش من غير نهاية في الصخر بقلم حديد وبرصاص. اما انا فعرفت ان اللي متولي اموري حي، وفي الاخر يقوم على الارض، وبعد ما يفنى جلدي ده ومن غير جسمي اشوف الله، اللي انا شايفه لنفسي وعيني شايفاه ومش حد تاني.
ليه كده بتشتاق الكلى بتاعتي جوايا؟ لأنكم بتقولوا من طرده أصل الحكاية والمشكلة عنده. خافوا على نفسكم السيف، لأن الغيظ يجيب خطايا السيف، لأجل ما تعرفوا إيه هو الحكم. أيوب 20. فجاوب صفر النعماتي: عشان كده الخواطر بتاعتي بتجاوبني، وعشان كده ثورتي فيا. تعيير التوبيخ بتاعي بسمع، وروح من الفهم بتاعي بيجاوبني. معرفتش ده من زمان، من وقت ما اتحط الإنسان على الأرض. إن هتاف الأشرار لوقت قريب، وفرح الفاجر للحظة، ولو وصل طوله للسما ومس راسه السحاب، زي براز الحيوان بتاعه من غير نهاية يفنى. اللي شافوه يقولوا فين هو، زي الحلم يطير فما يبقاش، ويطرد زي طيف الليل. عين شافته ما ترجعش تشوفه، ومكانه مش هيشوفه بعد كده. ولاده يستردوا الفقرة، وايديه ترجع ثروته. عظمه مليان قوة، ومعاه في التراب يرقد. لو حلي بقه الشر وخفاه تحت لسانه، صعب عليه وما سابهوش، لكن حبسه في وسط حنكه. فعيشه في مصارينه يتحول لمرار التعابين في بطنه، بلع ثروة فيستنطقها، الله يطردها من بطنه. سم التعابين يرضع، يقتلوا لسان التعبان، ما يشوفش جداول المية، أنهار سوائي عسل ولبن. يرجع ثمر تعبه وما يبلعهوش، وبمكسب تجارته ما يفرحش، لأنه اضطهد المساكين وسابهم، واغتصب بيته ما بنهوش، لأنه معرفش ببطنه قناعة، ما ينجاش باللي نفسه فيه، مفيش بواقي في أكله، عشان كده ما يدومش خيره، مع مال وعزه يتضايق، تيجي عليه إيد كل تعب، يحصل لما يملى بطنه إن الله يبعت عليه غضبه الحامي، ويمطروا عليه لما ياكل. يهرب من سلاح حديد، يخرمه قوس نحاس شده فخرج من بطنه، وحده اللامع في مرارته عدى عليه رعب. كل ضلمة مدفونة للحاجات اللي مخبيها، تاكله نار ما تنفختش، ترعى اللي باقي في خيمته. السما تعلن خطيته، والأرض تقوم عليه، تروح غلب بيته، تتكب في يوم غضبه. ده نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وورث حاله من اللي يقدر على كل حاجة. أيوب 21. فقال أيوب: اسمعوا كلامي سمع، ويبقى ده التعزية بتاعتكو، استحملوني وأنا بتكلم، وبعد كلامي اتريقوا. أما أنا فهل الشكوى بتاعتي من إنسان؟ ولو كانت كده طب ليه ما بتضيقش روحي؟ اتأملوا فيا واستغربوا، وحطوا الإيد على البق، لما افتكر بترعد وبتاخد لحمي رعشة. ليه بيعيش الأشرار ويعجزوا؟ أيوة ويتجبروا قوة، الخلفة بتاعتهم ثابتة قدامهم معاهم، وخلفتهم قدام عينيهم، بيوتهم في أمان من الخوف، وعصاية الله مش عليهم. طرهم يلقح البقرة وما يغلطش، بقرتهم تحذف وما تسقطش، يسرحوا زي الغنم عيالهم اللي بيرضعوا، وأطفالهم يرقصوا، يشيلوا الدف والعود ويتنغموا بصوت المزمار، يقضوا أيامهم بالخير في لحظة، ينزلوا للهوية فيقولوا لله ابعد عننا، وبمعرفة الطرق بتاعتك ما ننبسطش. مين هو اللي يقدر على كل حاجة لأجل ما نعبده؟ وإيه اللي نكسبه لو دورنا عليه؟ أهو خيرهم مش في إيديهم، تبعد عني استشارة الأشرار. قد إيه ينطفي مصباح الأشرار، ويجي عليهم البوار بتاعهم، أو يقسم لهم أوجاع في غضبه، أو يبقوا زي التبن قصاد الريح، أو زي التبن الناعم اللي بتسرقه الزوبعة. بقى الله بيخزن الخطية بتاعت لولاده، ويجذيب نفسه عشان يعرف، لأجل ما تشوف عينيه الضياع بتاعه، ومن الغضب الجامد بتاع اللي يقدر على كل حاجة يشرب. طب إيه هي فرحته ببيته بعده، وعدد شهوره تحدد؟ بقى الله يتعلم معرفة
وهو بيقضي على العليين ده يموت في عز الكمال بتاعه، كله مطمن وهادي. الأحواض بتاعته مليانة لبن ومخ عظم طري، وده يموت بنفس مرة ومدقش خير. هما الاتنين يرقدوا مع بعض في التراب والدود يغطيهم. اهو عرفت افكاركو والنيات اللي بيها بتظلموني، لانكو بتقولوا فين بيت الشريف وفين خيمة سكن الاشرار، ما سألتوش اللي بيعدوا الطريق وما فهمتوش اللي بيدلوا عليه ليوم البوار يتمسك الشرير، ليوم الغضب الشديد يتقادوا. مين يبلغوا عن طريقه في وشه ومين يجازيه على اللي عمله؟ هو للقبور يتقاد وعلى المدفن بتاعه يسهره، كويس ليه طين الوادي يسحب كل انسان وراه وقدامه اللي ملهمش عدد. فازاي تعزوني بالباطل واجوبتكو فضلت خيانة. ايوب 22. تجاوب اليفاز التيماني: هو الانسان بينفع الله، لكن الحكيم ينفع نفسه. في فرحة للي يقدر على كل حاجة لو خط صلاح، ولا في فايدة لو زبطت الطرق بتاعتك؟ هل على المخافة بتاعتك بيوبخك او بيدخل معاك في المحاكمة؟ مش شرك عظيم وخطاياك ملهاش نهاية لانك رهنت اخوك من غير سبب وسرقت هدوم العريانين، مية ما سقتش العطشان وعن الجعان منعت العيش؟ اما صاحب القوة فليه الارض واللي راسه فوق ساكن فيها. الارامل اتبعتوا فاضيين ودراع اليتامى اتهرست، عشان كده حواليك فخاخ ويرعبك رعب فجأة، ولا ضلمة فمعدتش تشوف وفيضان المية يغطيك. اهو الله في علو السما، وبص راس الكواكب قد ايه عالي. فقلت ازاي يعرف الله؟ بيحكم من ورا الضباب، السحاب ستارة ليه فما يشوفش، وعلى دايرة السما بيتمشى. بتحافظ على طريق زمان اللي داسوا رجالة الخطية اللي اتقبض عليهم قبل الوقت، المية الكتيرة اتكبت على الاساس بتاعهم، اللي بيقولوا لله ابعد عننا، وايه يعمل اللي يقدر على كل حاجة ليهم وهو ملا بيوتهم خير؟ تبعد عني استشارة الاشرار. الصالحين يبصوا ويفرحوا، والبريء يتريق عليهم ويقولوا مش فانا اللي بيقومونا، والبقية بتاعتهم اكلتها النار. اتعرف عليه واسلم، بكده يجيلك خير. اقبل الشريعة من بقه وحط كلامه في قلبك. لو رجعت للي يقدر على كل حاجة تبني، لو بعدت الظلم من الخيمة بتاعتك ورميت الذهب على التراب وذهب أوفير بين حصى الوادي، يبقى اللي يقدر على كل حاجة ذهبك وفض أكوام ليك، لأنك وقتها هتتلذذ باللي يقدر على كل حاجة وترفع لله وشك تصليله فيسمع لك، والندور بتاعتك توفيها وتقطع كلمة فتحصل لك، وعلى الطرق بتاعتك ينور نور لو اتحطوا تقول رفعة، وينجي اللي عينيهم لتحت، ينقذ اللي مش نضيف وينجي بطهارة الكفين بتوعك. ايوب 23. فقال ايوب: النهاردة كمان الشكوى بتاعتي تمرد، ضربتي اتقل من التناهب بتاعي، مين يديني اني الاقيه فاجي للكرسي بتاعه، ارفع قضيتي كويس قدامه واملى بقي حجج، فاعرف الكلام اللي بيجاوبني بيه وافهم اللي بيقولهولي. بقى بكتر قوة بيخاصمني، لا لكن هو يلتفت لي هناك اللي ماشي دغري يتناقش معاه، وانجى على طول من اللي يحكم عليا. ادينا روح في الشرق فما هواش هناك، وفي الغرب فما حسش بيه، عالشمال مكان ما بيشتغل فما شوفوش، يحود يمين ومش شايفه لانه يعرف طريقي. لو امتحني اخرج زي الذهب، رجلي اتمسكت بالخطوات بتاعته، حافظت على الطريق بتاعه وما حودتش، ما سبتش وصية شفايفه اكتر من الاكل بتاعي، خزنت كلام بقه
أما هو فالوحد، مين يرده؟ ونفسه تعوز فيعمل، لأنه بيكمل اللي مفروض عليا، وكتير زي كده عنده، عشان كده بترعب قدامه، أتأمل فترعب منه، لأن الله ضعف قلبي، واللي يقدر على كل حاجة خلاني أترعب، لأني ما اتقطعتش قبل الضلمة، ولا غطت الضلمة الشديدة وشي. أيوب 24. ليه ما تخبتش أوقات من اللي يقدر على كل حاجة، واللي يعرفوه ما يشوفوش أيامه، ينقلوا الحدود، يغتصبوا قطيع ويرعوه، يقودوا حمار اليتامى، يرهنوا طور الأرملة، يصدوا الفقر عن الطريق، مساكين الأرض يستخبوا كلهم، أهم زي الحمير الوحشية في الصحراء، يخرجوا لشغلهم، يطلعوا بدري عشان الأكل، الصحراء ليهم عيش لأولادهم، في الغيط يحصدوا العلب بتاعهم، ويقطفوا غيط العنب بتاع الشرير، يباتوا عريانين من غير هدوم، وملهمش كسوة في البرد، يبلوا من مطر الجبال، وعشان ما فيش ملجأ يتحصنوا بالصخر، يخطفوا اليتيم من السدر، ومن المساكين يرهنوا، عريانين يمشوا من غير لبس، وجعانين يشيلوا حزم، يعصروا الزيت جوه أسوارهم، يدوسوا المعاصر ويعطشوا، من الوجع ناس يتأوهوا، ونفس المجروحين تقول الحقوني، والله ما يتلفتش للظلم، دول يبقوا بين اللي متمردين عن النور، ما يعرفوش الطرق بتاعته، وما يعودوش في الطريق بتاعه، مع النور يقوم اللي بيقتل، يقتل المسكين والفقير، وفي الليل يبقى زي اللص، وعين الزاني تستنى وقت العشاء، يقول ما بتراقبنيش عين، فيحط غطا على وشه، يسرقوا البيوت في الضلمة، في النهار يقفلوا على نفسهم، ما يعرفوش النور، لأن الصبح عندهم زي وزي ظل الموت، لأنهم يعرفوا أهوال ظل الموت، خفيف هو على وش المية، ملعون نصيبهم في الأرض، ما يحطش وشه ناحية غطان العنب، وزي ما الجفاف والحر الشديد بيزيحوا مية التلج، أو كده الهوية مع اللي يغلطوا، ينساه الرحم، يستحليه الدود، محدش يفتكره بعد كده، ويتكسر الخاطي زي شجرة، يغلط في العاقر اللي مخلفتش، وما يعملش إحسان مع الأرملة، يمسك الجامدين بقوته، يقوم فما يأمنش حد على حياته، يديله يطمن فيعتمد على كده، ولكن عينيه على الطرق بتاعتهم، يترفعوا شوية بعدين ما يبقوش، وينزلوا لتحت زي الكل يتجمعوا، وزي راس سنبلة القمح يتقطعوا، ولو ما كانش كده فمين يكذبني ويخلي كلامي ولا حاجة. أيوب 25. فجاوا بلدد الشوحي، السلطان والهيبة عنده، هو يعمل السلام في الأماكن العالية بتاعته، في عدد للجنوب بتوعه، وعلى مين ما بيشرقش النور بتاعه، فإزاي ياخد الإنسان صلاح عند الله، وإزاي يتطهر خلفة الست، أو حتى قمر وما بينورش، والكواكب مش طهرة في عينيه، فقد إيه أكتر الإنسان الدود، وابن آدم السوس. أيوب 26. فقال أيوب، إزاي ساعدت اللي ملوش قوة، وأنقصت دراع ملهاش عز، ازاي اديت استشارة للي ملوش حكمة، وبينت الفهم بكترة، لمين اعلنت كلام، ونسمة مين خرجت منك، الارواح تترعب من تحت المية واللي سكننها، الهوية عريانة قدامه، والضياع ملوش غطا، يميل شمال على الفضا، ويعلق الارض على ولا حاجة، يصر المية في السحب بتاعته، فما يتمزقش الغيم تحتها، يغطي وش الكرسي بتاعه وهو بيفرد عليه سحابة، رسم حد على وش المية مكان ما يوصل النور بالظلمة،
عمت السما تترعش وتترعب من التوبيخ بتاعه، بقوته يزعج البحر وبالفهم بتاعه يهرس رهب، بالريح بتاعته السما صافية وإيده طعنت الحية الهربانة. أه دي أطراف الطرق بتاعته ويدوب همس كلام اللي بنسمعه منه، أما رعد جبروته فمين يفهمه؟ أيوب 27. ورجع أيوب ينطق بالمثل بتاعه فقال: عايش والله اللي نزع حقي واللي يقدر على كل حاجة اللي مرر نفسي. طول ما فضلت النسمة بتاعتي فيا ونفخة الله في مناخيري مش هتتكلم شفايفي خطية وما ينطقش لساني غش، يحوش عني نديكو صلاح لحد ما موت ما سيبش الكمال بتاعي. اتمسكت بصلاحي وما رخهوش، قلبي ما بيتعيرش من الايام بتاعتي. يبقى عدوي زي الشرير واللي يعاندني زي اللي بيعمل الشر، لان ايه هو امل الفاجر لما يتقطع، لما يشد الله نفسه؟ يسمع الله صريخه لما يجي عليه ضيق، ولا يتلذذ باللي يقدر على كل حاجة؟ هل ينده الله في كل وقت؟ بقوة الله أعلمكو، ما بتمش اللي عند اللي يقدر على كل حاجة. اهو انتو كلكو شفتوا، فليه بالباطل خالص تقولوا ده نصيب الإنسان الشرير من عند الله وميراث الظلمة اللي ياخدوه من عند اللي يقدر على كل حاجة؟ لو كتر ولاده فللسيف، والخلفة بتاعته ما تشبعش عيش، بقيته بالموت تدفن والأرامل بتاعته ما تعيطش. لو كانت فضيته زي التراب وجهز هدوم زي الطين، فهو يجهز والصالح يلبسه والبريء يقسم الفضة، يبني بيته زي العتة أو زي خيم عملها الحارس، يرقد غني لكنه ما يتضمش، يفتح عينيه وما يبقاش، الأهوال تحصله زي المية، بالليل تخطفه الزوبعة، تشيله ريح الشرق فيروح وتجرفه من مكانه، يرمي الله عليه وما يحنش، من إيده يهرب هرب، يسقفوا عليه بإيديهم ويصفروا عليه من مكانه. أيوب 28. لأنه فيه للفضة منجم ومكان للذهب يصفوه فيه، الحديد يخرجوه من التراب والحجر يكب نحاس، خلى للضلمة نهاية ولكل طرف هو بيفتش على حجر الضلمة وظل الموت، حفر منجم بعيد عن السكان من غير ما يكون داسيته رجل، نزلوا بعيد عن الناس يتدلوا، أرض يخرج منها العيش اتقلب تحتها زي بنار، حجرتها هي مكان الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب، طريق معرفوش طير جارح وما شافتهوش عن النسر الباشق وما دستهوش ولاد الأسد الصغيرة وما مشيش فيه الأسد، للزلط يمد ايده يقلب الجبال من اصولها، ينقر ممرات في الصخور وعينه تشوف كل غالي، يمنع عياط انهار والمخفي يطلعه للنور. اما الحكمة فمنين تتلقى وفين هو مكان الفهم؟ ما يعرفش الانسان قيمتها وما تتلقاش في ارض اللي عايشين. المية الكتيرة تقول ما هياش فيا، والبحر يقول هي مش عندي، ما يتعطاش دهب صافي بدلها وما تتوزنش فضة تمن ليها، ما تتوزنش بدهب أوفير أو بحجر الجزع الكريم أو الياقوت الأزرق، ما يسويهاش دهب ولا أزاز وما تتبدلش بإناء دهب إبريز، محدش يفتكر معاها المرجان او البلور، ومسك الحكمة احسن من الجواهر، ما يسويهاش ياقوت كوش الاصفر وما تتوزنش بالذهب الصافي. فمنين تيجي الحكمة وفين هو مكان الفهم؟ اتخفت عن عينين كل عايش،
واتسترت عن طير السما. الضياع والموت يقولوا بودنا سمعنا خبرها، الله يفهم طريقها وهو عارف مكانها، لأنه هو بيبص لأواخر الأرض تحت كل السما بيشوف، لأجل ما يعمل للريح وزن والمية يعيرها بمقياس. لما خلى أحكام للمطر وطريق للصواعق، وقتها شافها وبلغ بيها، جهزها وكمان فحصها، وقال للإنسان أهي مخافة الرب هي الحكمة، والحوادان بعيد عن الشر هو الفهم. أيوب 29. ورجع أيوب ينطق بالمثل بتاعه فقال مين يديني زي شهور زمان وزي الأيام اللي حفظني فيها الله، لما نور المصباح بتاعه على راسي وبنوره مشيت في الضلمة زي ما كنت في أيام الخريف بتاعي. ورضي الله على الخيمة بتاعتي، واللي يقدر على كل حاجة لسه معايا، وحوالي صبياني. لما غسلت خطواتي باللبن والصخر كبلي جداول زيت، لما كنت أخرج للباب في القرية وجهز في الفسحة قعدتي، شافني الصبيان فاستخبوا والشيوخ قاموا ووقفوا، العظمة بطلوا كلام وحطوا ايديهم على بقهم، صوت شرف استخبوا ولزق لسانهم في حنكهم، لان ودني سمعت فقالت يا بختي، وعين شافت فشهدت لي، لاني انقذت المسكين اللي بيقول الحقوني، واليتيم واللي ملوش اللي يساعده. بركة الضايع حلت عليا وخليت قلب الأرملة يفرح، لبست الصلاح فكساني زي جبة وعمامة، كان الحكم بتاعي. كنت عيون للعمي ورجلين للعرج، أب أنا للفقرة وفتش عشان قضية حد معرفوش، كسرت دروس الظالم ومن بين سنانه خطفت الفريسة، فقلت أنا في عشي أسلم الروح وزي الرمل أكتر أيام. جدري كان مفتوح على المية والندى بات على أغصاني، العز بتاعي يتجدد عندي والقوس بتاعي في إيدي يتبدل، ليا سمعوا واستنوا وسمعوا كويس وقت الاستشارة بتاعتي. بعد كلامي ما يتنوش وكلامي نقط عليهم، واستنوني زي المطر وفتحوا بقهم جامد زي ما للمطر المتأخر. اضحك لهم ما يصدقوش ونور وشي ما يفوتوهوش، اختار طريقهم واقعد راس واسكن زي ملك في جيش، زي اللي بيعزي اللي بيندبه. أيوب 30. وأما دلوقتي فضحك علي اللي أصغر مني، اللي رفضت أخلي أبهاتهم مع كلاب غنمي، قوة إيديهم كمان إيه هي ليا، قوتهم راحت عليهم في احتياج وجوع هزلانين، ينبشوا الأرض اللي هي من امبارح خراب ومهجورة، اللي بيقطفوا نبات مالح على نبات الشيح وجذور نبات الرتم العيش بتاعهم، من الوسط يطردوا يصوتوا عليهم كأنه على لص، يسكنوا في أودية مرعبة وخروم التراب والصخور، وسط نبات الشيح ينهقوا تحت نبات العوسج المشوك يريحوا. ولاد أحمق كمان ولاد من غير اسم اتطردوا من الأرض، أما دلوقتي فبقيت الأغنية بتاعتهم وبقيت ليهم مثل، يكرهوني يبعدوا عني وقدام وشي ما وقفوش تفافة، لأنه فتح الوتر بتاعي وقهرني، فسيبوا اللجام وسير اللجام من قدامي، كتاكيت على يميني يزيحوا رجلي، خططوا عليا
وسيبوا طرق ايديهم، قطعوا طريقي، ساعدوا على وقوعي من غير ما حد يساعدهم، زي شق واسع ييجوا تحت ردم يتدحرجوا. اتقلبت علي اهوال، اتطردت زي الريح نعمتي وزي السحاب الانقاذ بتاعي، ودلوقتي انهارت علي نفسي وخدتني ايام الذل. الليل ينخر عظمي فيا، واللي بيقطم فيا ما بيهداش، بكتر قوة يتغير لبسي زي ياقط قميصي حزمتني، رمتني في الوحل فبقيت اشبه التراب والرماد. ليك بصرخ فما تجاوبنيش، اقوم فما تاخدش بالك مني، بقيت عنيف معايا، بعضم ايدك تضطهدني. شلتني، ركبتني الريح ودوبتني عاصفة، لاني عارف انك للموت ترجعني، والبيت معاد كل حي، ولكن في الخراب مش يمد ايد، في البلوى مش يطلب النجدة منها. مش عيطت على اليوم وبقى قاسي، مش اكتئبت نفسي على المسكين، لما ترجيت الخير جه الشر، واستنيت النور فجت الضلمة، مصاريني تغلي وما بطلش، ايام الذل طلعت قدامي، اسوديت بس من غير شمس، قمت في الجماعة اصرخ، بقيت اخ للديبة وصاحب للنعام، اسود جلدي عليا وعظمي اتحرق من الحمى اللي فيا، بقى العود بتاعي عشان النواح، والمزمار بتاعي لصوت اللي بيعيطه. ايوب 31. عهد قطعت العيني، ازاي ابص في عدرا، وايه هي اسمة الله من فوق، ونصيب اللي يقدر على كل حاجة من العلالي، مش البوار للي يعمل الشر، والمصيبة للي يعمل الخطية، مش هو بيشوف الطرق بتاعتي وبيعد كل خطواتي. لو كنت مشيت مع الكب او رجلي سرعت للغش، يوزني في ميزان الحق فيعرف الله كمالي. لو حودت خطواتي عن الطريق وراح قلبي ورا عينيا، او لزق عيب في كفي ازرع وغيري ياكل، والفروع بتاعتي تتشد من الجذور. لو غوى قلبي على ست، او عملت كمين على باب قريبي، تطحن مراتي لواحد تاني ويركع عليها ناس تانيين، لان دي حاجة مكروهة وخطية تتعرض للقضاء، لانها نار تاكل لحد حتى الضياع، وتشد جذور كل المحصول بتاعي. لو كنت رفضت حق عبدي وعبدتي فقضيتهم عليا، كنت اعمل ايه لما يقوم الله، ولما يشقر اجاوبه بايه؟ مش اللي عملني في البطن عمله، واللي خلقنا في الرحم واحد. لو كنت منعت المساكين عن اللي عايزينه، او فنيت عينين الارملة من العياط، او اكلت لقمتي لوحدي فما كلش منها اليتيم، لكنه من صبايا كبر عندي زي اب، ومن بطن امي بقود الارملة. لو كنت شفت حد ضايع عشان مفيش لبس، او فقير من غير كسوة، لو ما باركنيش وسطه عشان اتدفى بجزة غنمي، لو كنت هزيت ضد يتيم ايدي لما شفت مساعدتي في الباب يقع اعلى دراعي من كتفي، وتتكسر دراعي من المفصلة بتاعتها، لان البوار من الله رعب عليا، وعلى العظمة بتاعته ما اقدرش. لو كنت خليت عدها بالاعتماد بتاعي، او قلت للابريز انت اللي بتكل عليه، لو كنت فرحت لما كترت ثروتي ولان ايدي لقت كتير، لو كنت بصيت لنور الشمس لما نور، او للقمر وهو بيمشي بمجد،
وغوى قلبي في السر وباس بقي ايدي، فدي كمان خطية تتعرض للقضاء لاني ابقى نكرت الله من فوق لو كنت فرحت ببلوة اللي بيكرهوني، او شميت لما صبيته حاجة وحشة لكن ما خليتش حنكي يغلط في اني اطلب نفسه بلعنة. لو كان اهل الخيمة بتاعتي ما قالوش، مين يجي بحد ما شبعش من اكله؟ غريب ما باتش برا، فتحت للي مسافر ابوابي. لو كنت كتمت زي الناس ذنبي عشان اخفي خطيتي في حضني، عشان خفت من جمهور كتير وترعبت من اهانة العشاير فبطلت وما خرجتش من الباب، مين ليا باللي يسمعني؟ ايه الامضة بتاعتي؟ يجاوبني اللي يقدر على كل حاجة، ومين يجيب لي شكوى كتبها عدو ليا فكنت اشيلها على كتفي، كنت الفها على راسي تاج ليا، كنت ابلغه بعدد خطواتي وقرب منه زي شريف. لو كانت ارضي صرخت عليا وعيطت الخيوط اللي بيعملها المحرات فيها كلها، لو كنت اكلت الغلة بتاعتها من غير فضة او طفيت نفس اصحابها فبدل القمح ينبت شوك وبدل الشعير زوان. خلص كلام ايوب. ايوب 32. فبطل الرجال التلاتة دول انهم يجاوبوا ايوب عشان كان صالح في عينين نفسه. فحمي غضب اليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على ايوب. حمي غضبه لانه افتكر نفسه اكتر صلاح من الله، وعلى اصحابه التلاتة حمي غضبه لانهم ملقوش جواب وطلعوا ايوب مذنب. وكان اليهو صبر على ايوب في الكلام لانهم اكبر منه، فلما شاف اليهو ان مفيش جواب في بق الرجاله التلاتة حمي غضبه. فقال اليهو ابن برخائيل البوزي: انا صغير في السن وانتو شيوخ، عشان كده خفت اني ابين لكم رأيي، قلت الايام تتكلم وكتر السنين يوري حكمة، ولكن في الناس روح ونسمة اللي يقدر على كل حاجة بتعقلهم، مش الكتار بس حكمة ولا الشيوخ بس اللي يفهموا الحق، عشان كده قلت اسمعوني انا كمان اوري رأيي. اديني صبرت على كلامكو، سمعت كويس الحجج بتاعتكو لما فتشتوا عن الكلام، فتأملت فيكو ومفيش حد رد على ايوب ولا في جواب منكو على الكلام بتاعه، فما تقولوش لقينا حكمة، الله يغلبه مش الانسان، هو ما وجهش كلامه ليا ومش هرد عليه انا بكلامكو. اتحيروا لسه ما جاوبوش، اتشد منهم الكلام، فاستنيت لانهم ما اتكلموش لانهم وقفوا لسه ما جاوبوش، فاجاوب انا كمان الجزء بتاعي وابين انا كمان رأيي لاني مليان كلام، الروح اللي جوايا بيضايقني، ايه بطني زي خمرة ما اتفتحتش، زي قربة خمرة جديدة خلاص هتتشق، اتكلم ففرج عن نفسي، افتح شفايفي واجاوب، ما حبيش وش راجل وما نفقش انسان لاني معرفش النفاق، لانه شوية وياخدني اللي عملني. ايوب 33. ولكن اسمع دلوقتي ايوب اللي بقوله، واسمع كويس لكل كلامي. اديني فتحت بقي، لساني نطق في حنكي، كلامي هو قلبي الدغري ومعرفة شفايفي اللي بتتكلم طهرة، روح الله عملني ونسمة اللي يقدر على كل حاجة عيشتني، لو قدرت فجاوبني، ارفع القضية كويس قدامي، اتفرد اهو انا زي ما بقك بيقول لله، انا كمان من الطين اتخلقت، اهي الهيبة بتاعتي ما تخوفكش والمجد بتاعي ما يتقالش عليك، انت قلت في وداني وصوت كلامك سمعته، قلت انا بريء من غير ذنب طاهر ومفيش خطية فيا، اهو بيطلب علي اسباب عداوة
بيحسبني عدو ليه، حط رجلي في الخشب اللي بيحطوا فيها رجلين المساجين، بيراقب كل الطرق بتاعتي. اهو انت في دي ما كنت الصح. انا اجاوبك، لان الله اعظم من الانسان، ليه تخصمه؟ لان كل الامور بتاعته ما يتجاوبش عنها، لان الله بيتكلم مرة واتنين والانسان ما بيلاحظ. في حلم، في رؤيا الليل، لما ينزل نوم عميق على الناس، في النعاس على مكان ما ترقد، وقتها يكشف ودان الناس ويختم على التأديب بتاعهم، عشان يحول الانسان عن اللي بيعمله ويغطي على التكبر بتاع الراجل، عشان يمنع نفسه من الحفرة وحياته من انها تروح بحربة الموت. كمان يتأدب بالوجع على المكان اللي بيرقد فيه وبعظمه اللي بيخصمه دايما، فتكره حياته العيش ونفسه الاكل اللذيذ، فيتاكل لحمه ولا يتبصش عليه، ويتهرس عظمه فما يتشافش، وتقرب نفسه من القبر وحياته من اللي بيموته لو لقى عنده اللي يبعته وسيط واحد من ألف، عشان يعلن للإنسان إنه دغري، يحن عليه ويقول أسيبه لا يقع في الحفرة، لقيت فدا. يخلي لحمه قطرة من لحم الصبي ويرجع لأيام شبابه، يصلي لله فيرضى عنه ويشوف وشه بهتاف فيرجع على الإنسان صلاحه، يغني بين الناس فيقول غلط عوجت اللي هو دغري وما تجزيتش عليه، فدى نفسي من اني عدي على الحفرة فتشوف حياتي النور. اهو كل دي بيعملها الله مرتين وتلاتة في الانسان، عشان يرجع نفسه من الحفرة، عشان يتنور بنور اللي عايشين. فاسمع كويس يا ايوب، واسمع لي، اسمع كويس انا بتكلم، لو كان عندك كلام فجاوبني، اتكلم، لاني عايز اطلعك براءة، وإلا فاسمع انت ليا، اسمع كويس فأعلمك الحكمة. أيوب 34. وقال أليه: اسمعوا كلامي يا حكمة، واسمعوا لي كويس ياللي عارفين، لأن الودن بتمتحن الكلام زي ما الحنك بيدوق أكل. نمتحن الحق لنفسنا ونعرف بين نفسنا ايه هو اللي كويس، لان ايوب قال خدت صلاح والله شد حقي. لما بتحاكم بتكذب، جرحي ملوش شفا من غير ذنب، فانهي انسان زي ايوب بيشرب التريقة زي المية ويمشي في صحبة مع اللي بيعملوا الخطية ويروح مع اهل الشر، لانه قال ايه اللي يكسبه الانسان لما يبقى مرضي عند الله. عشان كده اسمعولي يا اصحاب العقول، يحوش عني الله الشر واللي يقدر على كل حاجة الظلم، لانه بيجازي الانسان على عمله ويناول الانسان زي طريقه، لان حقيقي الله ما بيعملش حاجة وحشة، واللي يقدر على كل حاجة ما بيعوكش الحكم. مين وكله على الارض ومين عمل الارض المسكونة كلها؟ لو رجع روحه ليه والنسمة بتاعته ليه، يسلم الروح كل بشر كلهم ويرجع الانسان للتراب. فلو كان عندك فهم فاسمع ده، واسمع كويس لصوت الكلمات بتاعتي. يا ترى اللي بيكره الحق بيتسلط، ولا الصالح الكبير بتطلعه مذنب؟ بقى يتقال الملك يا لئيم، وللشرفة يا أشرار، اللي ما بيحبيش بوشوش الرؤسة وما يديش اعتبار للغني من غير الفقير، لأنهم كلهم شغل إيديه، فجأة يموتوا وفي نص الليل يترج الشعب ويروحوا، ويشد الأعزة مش بإيد، لأن عينيه على طرق الإنسان وهو بيشوف كل الخطوات بتاعته. مفيش ضلمة ومفيش ظل موت لما يختفي اللي بيعمله الخطية، لانه ما بيلاحظ الانسان لوقت لاجل ما يدخله في محاكمة مع الله، يحطم الاعزة من غير ما يفتش
ويقوم تانيين مكانهم، لكنه عارف أعمالهم ويقلبهم بالليل فيتهرسوا، لكونهم أشرار يضربهم قدام اللي بيشوفوا، لأنهم انصرفوا من وراه وكل الطرق بتاعته ما تأملوش فيها، لحد ما بلغوله صريخ المسكين فسمع زعقة الغلابة وهو هدى. فمين يغلط؟ ولو غطى وشه فمين يشوفه؟ سواء كان عن بلد أو عن إنسان، لأجل ما يملكش الفاجر وما يبقاش فخ للشعب. ولكن يا ترى قال لله استحملت فمرجعش أبوظ؟ اللي ما شفتهوش ورهوني أنت. لو كنت عملت خطية مرجعش عاملها، هو من عندك يجازي عشان أنت رفضت، عشان أنت اللي بتختار مش أنا، وباللي بتعرفه بتتكلم. أصحاب العقول يقولولي، أو راجل حكيم بيسمعني، أيوب بيتكلم من غير معرفة وكلامه مش بحكمة، فياريت أيوب كان يمتحن على طول الردود بتاعته زي أهل الخطية، لأنه زود على الخطية بتاعته جرم، بيسقف بينا ويكتر كلامه على الله. أيوب 35. وقال أليهو، تفتكر ده حكم؟ تقول أنا أصلح من الله لأنك قلت إيه يفيدك؟ أكسبي من خطيتي، أنا أرد عليك بكلام وعلى أصحابك. بص للسماء وشوف، ولاحظ السحاب، هو أعلى منك. لو غلط عملت إيه فيه؟ ولو كترت المعاصي بتاعتك إيه اللي عملته له؟ لو كنت صالح اديته ايه؟ او ايه اللي ياخده من ايدك؟ لراجل زيك الشر بتاعك والابن ادم الصلاح بتاعك، من كتر المظالم يصرخوا يستنجدوا من دراع ناس كتيرة، وما قالوش فين الله اللي عملني، اللي يجيب الاغاني في الليل، اللي يعلمنا اكتر من وحوش الارض ويخلينا احكم من طيور السماء. بعدين يصرخوا من تكبر الأشرار وما يجاوبش، لكن الله ما بيسمعش كذب، واللي يقدر على كل حاجة ما يبصلهوش. فلو قلت انت مش شايفه فالقضية قدامه، فاصبر له. ولكن دلوقتي عشان الغضب بتاعه ما بيطالبش وما بيهتمش بالوقعات الكتيرة، فتح أيوب بقه بالباطل وكبر الكلام من غير معرفة. أيوب 36. ورجع إليه فقال، أصبر علي شوية فأوري لك إن لسه في كلام عشان خاطر الله، أشيل المعرفة بتاعتي من بعيد وأنسب صلاح للي عملني، لأن حقيقي ما يكذبش كلامي وكامل المعرفة معاك. أهو الله كبير وما بيرفضش حد، قدرة قلبه كبيرة، ما يعيش الشرير لكن ينفذ حكم الغلابة، ما يحوطش عينيه عن الصالح لكن مع الملوك يقعدهم على الكراسي على طول فيترفعوا. لو اتكتفوا بالقيود، لو اتاخدوا في حبال الذل، يبين لهم أعمالهم والمعاصي بتاعتهم لأنهم اتجبروا، ويفتح ودانهم للإنذار ويأمرهم يرجعوا عن الخطية. لو سمعوا وقطعوا، قضوا أيامهم بالخير وسننهم بالنعم، ولو مسمعوش فبحربة الموت يروحوا ويموتوا بعدم المعرفة. أما فجار القلب فبيحوشوا غضب، ما يستنجدوش لو هو كتفهم، تموت نفسهم في الصبا وحياتهم بين الشاذين جنسيا. ينجي الغلبان في ذله ويفتح ودانهم في الضيق، وكمان يقودك من وش الضيق لوسع ملوش حدود، وأواني الترابيزة بتاعتك يملاها دهن، اتمليت بحكم الشرير. الحكم والقضى يمسكوك لأن في غضب، لحسن يغريك بصفقة وكتر الفدا ما يميلكش. يا ترى الغنى بتاعك له اعتبار؟ لا تراب الذهب ولا كل مجهودات القوة.
ما تشتاقش لليل اللي يشيل شعوب من مكانهم. حاسب ما تتلفتش للخطية اللي فضلتها على الذل. أهو الله يعلم القدرة بتاعته، مين زيه يعلم؟ مين فرض عليه الطريق بتاعه؟ أو مين يقوله عملت شر؟ افتكر إنك تعظم الشغل بتاعه اللي بيرنم بيه الناس، كل إنسان بيشوفه، الناس بيشوفوه من بعيد. أهو الله عظيم وما نعرفهوش، وعدد سنينه ما يتفتش عنه، لأنه بيشد نقط المية تكب مطر من الضباب بتاعها اللي بتكب السحب وتنقطه على ناس كتير. حد يفهم انتشار السحب أو دوشة الخيمة بتاعته؟ أهو فرد نوره على نفسه وغطى جذور البحر، لأنه بكده يحكم على الشعوب ويرزق الأكل بكترة، يغطي كفين بتوعه بالنور ويأمره باللي يهاجمه، يبلغ بيه الرعد بتاعه، المواشي كمان تشعر بطلوعه. أيوب 37. فعشان كده اتلخبط قلبي ونط من مكانه. اسمعوا سمع رعد صوته والصوت اللي خارج من بقه تحت كل سما يسيبه، كمان النور بتاعه لأطراف الأرض. وراه يزمجر صوت يعمل رعد بصوت المجد بتاعه، وما يأخرهوش لما يتسمع صوته. الله يدي رعد بصوته بشكل عجيب، يعمل عظايم ما نفهمهاش، لأنه بيقول للتلج اقع على الأرض، كمان للمطر الشديد أمطار شديدة العز بتاعه. يختم على إيد كل إنسان عشان يعرف كل الناس اللي خلقهم، فتدخل الحيوانات المأوى وتستقر في الجحور بتاعتها. من الجنوب يجي الإعصار، ومن الشمال البرد. من نسمة الله يعمل المية المتجمدة والمية المنتشرة تتجمد، كمان يتملي السحاب بنقط الندى، يبدد سحاب النور بتاعه متدورة متقلبة بإرادته عشان تعمل كل اللي يؤمر بيه على وش الأرض اللي مسكونة، سواء كان للتأديب أو عشان خاطر أرضه أو عشان رحمة يبعتها. اسمع كويس لده يا أيوب، وقف وتأمل عجائب الله. فاهم ازاي الله منتبه ليها؟ أو ازاي بينور نور سحابه؟ فاهم ازاي السحاب متعلق بتوازن معجزات اللي معارفه كاملة؟ ازاي بتسخن هدومك لو هديت في الأرض ريح الجنوب، تنشر معاه سحب جامدة زي مراية مسبوكة؟ علمنا نقول له ايه، احنا ما بنتكلمش كويس بسبب الضلمة. هيتحكي له كلامي لو اتكلمت؟ هو الانسان بينطق عشان يتبلع، ودلوقتي ما يتشافش النور المبهر اللي هو في السماء، بعدين تعدي الريح فتنقيه. من الشمال يجي دهب، عند الله مجد مخيف اللي يقدر على كل حاجة ما نفهمهوش، قوته وحقه عظام والصلاح بتاعه كتير، ما يتجاوبش عشان كده تخافوا الناس، ما يحتاجش يبص لكل اللي قلبه حكيم. أيوب 38. فقال الرب لأيوب من العاصفة، مين ده اللي بيظلم القضاء بكلام من غير معرفة؟ شد دلوقتي وسطك زي راجل أسألك فتعلمني. كنت فين لما تأسست الأرض؟ بلغ لو كان عندك فهم. مين حط المقاسات بتاعتها لأنك تعرف؟ أو مين مد عليها خيط القياس؟ على إيه استقرت قواعدها؟ أو مين حط حجر زاويتها لما رنمت كواكب الصبح مع بعض وهتف كل ولاد الله؟ ومين حجز البحر ببوابات لما اندفع فخرج من الرحم، لما خليت السحاب لبس ليه والضباب لفة ليه، وخليت عليه حكمي وقومت له ترابيس وبوابات، وقلت لحد هنا تيجي وما تتعداش، وهنا يبقى حد تكبر الأمواج بتاعتك؟ هل في الأيام بتاعتك أمرت الصبح؟ هل عرفت الفجر المكان بتاعه عشان يمسك بأطراف الأرض فينفض الأشرار منها؟
فتتشكل زي علامة الختم في الطين وتقف كأنها لابسة، ويمنع عن الأشرار النور بتاعهم، وتتكسر الدراع العالية. وصلت لينابيع البحر أو في قعر المية الكتيرة بمشيت، اتكشفت لك أبواب الموت أو شفت أبواب ظل الموت، فهمت عرض الأرض. بلغ لو عرفت ده كله، فين الطريق لمكان ما بيسكن النور؟ والضلمة فين مكانها عشان تاخدها للحدود بتاعتها وتعرف طرق بيتها؟ تعرف، لأنك وقتها كنت اتولدت وعدد أيامك كتير. دخلت الخزائن التلج أو شفت مخازن البرد اللي خليتها عشان وقت الضرر ليوم الحرب والمعركة. فأنهي طريق بيتوزع النور وبتتفرق ريح الشرق على الأرض؟ مين فرع قنوات عشان المطر اللي ورا بعضه وطريق للصواعق عشان يمطر على أرض مفيش فيها إنسان، على أرض مقفرة مفيش حد فيها، عشان يروي الأرض الفاضية والخلة وينبت مكان ما بيخرج العشب؟ في للمطر أب، ومين خلف قطرات الندى؟ من بطن مين خرج التلج؟ سقيع السماء مين خلفه؟ زي حجر بقت المية، استخبت وتجمد وش المية كتيرة. بتربط انت عقد السرية او بتفك البطاط الجبار؟ بتخرج مجموعات النجوم في اوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ عرفت قوانين السماء، التسلط بتاعها على الارض؟ بترفع صوتك للسحب فيغطيك فيضان المية؟ بتبعت البروق فتروح وتقولك اهو احنا؟ مين حط في الحاجات المستخبية حكمة؟ او مين ادى للعقل فهم؟ مين يعد الغيوم بالحكمة؟ ومين يكب قرب السماء فيتسبك التراب سبك ويلزق الطين؟ بتصطاد للبوة فريسة ولا بتشبع نفوس الأسود الصغيرة لما تريح في العرين بتاعها أو تقعد في الغابة بتاعتها عشان تعمل كمين؟ مين بيجهز للغراب السب بتاعه لما تستنجد الفراخ بتاعته بالله وتقعد تتمشى عشان مفيش أكل؟ أيوب 39. تعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ أو بتلاحظ مخاض الغزلان؟ بتحسب الشهور اللي بتكملها؟ أو بتعرف ميعاد ولادتها؟ يركعوا ويحطوا ولادهم، يزقوا الأوجاع بتاعتهم، يكبر ولادهم، يزيدوا في الأرض، تخرج وما ترجعش ليهم. مين سرح حمار الوحش حر؟ ومين فك رباط الحمار الوحشي اللي خليت الصحراء بيته والأرض البور مكان سكنه؟ يضحك على دوشة القرية وما يتسمعش زعيق حد بيسوق، دايرة الجبال المرعى بتاعه وعلى كل خضرة بيفتش. يرضى الطور الوحشي انه يخدمك او بيبيت عند مكان العلب بتاعك؟ بتربط الطور الوحشي بحبل لحد خط المحرات او بيمشط الوادي وراك بتثق فيه لان قوته عظيمة؟ او بتسيب له تعبك؟ بتأمله يجيب الزرع بتاعك ويجمع للجرن بتاعك؟ جناح النعام بيرفرف، ده لو زي الريش الكبير اللي في اول جناحات طائر اللقلق او ريش، لانها بتسيب البيب بتاعها وتحميه في التراب وتنسى ان الرجل بتدوس عليه او ان حيوان الارض يدوسه. تقسى على اولادها كانها مش بتاعتها، يضيع التعب بتاعها من غير ما تزعل، لان الله نساها الحكمة وما قسمش ليها فهم. يوم ما تجري في العلا تتمرد، تضحك على الفرس واللي راكبه، تدي للفرس القوة بتاعته وكاسية العرف اللي في رقبته، بتنططه زي جرادة، نفخ مناخيره مرعب، يدور في الوادي وينط بقوة، يخرج عشان يقابل الأسلحة، يضحك للرعب وما يخافش ولا يرجع من وش سيف، تخشخش السهام عليه وسنان الرمح والحربة، في نط وغضبه ياكل الأرض وما يصدقش النصب بوق. لما يتنفخ البوق يقول ها، ومن بعيد يشم الحرب، صريخ القواد والهتاف،
بحكمتك بيطير طائر العقاب وينشر جناحاته ناحية الجنوب، أو بفهمك بيعلى النسر ويطلع فوق العش بتاعه، يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر ويبقى ده الحصن بتاعه، من هناك يدور على الأكل، تشوف عينيه من بعيد، فراخه تشرب الدم، ومكان ما يبقى المقتولين يبقى هو هناك. أيوب 40. وقال الرب لأيوب: بيخاصم اللي بيوبخ، اللي يقدر على كل حاجة، أو اللي بيشتكي على الله يرد عليه؟ فجاوب أيوب الرب: أهو أنا حقير، فأجاوبك بإيه؟ حطيت إيدي على بقي، مرة اتكلمت فما جاوبش، ومرتين فما زودش. فقال الرب لأيوب من العاصفة: دلوقتي شد وسطك زي راجل، أسألك فتعلمني، كمان عبطل الحكم بتاعي تطلعني مذنب عشان تطلع براءة؟ ليك دراع زي الله وبصوت زي صوته بتدي صوت رعد؟ اتزين بقى مجد وعز والبس العظمة والأبهة، فرق فيضان الغضب بتاعك وبص لكل متعظم ونزله، بص لكل متعظم وزله، ودوس على الأشرار في مكانهم، ادفنهم في التراب مع بعض، واحبس وشوشهم في الضلمة، فأنا كمان أحمدك لأن إيدك اليمين بتنقذك. أهو فرس البحر اللي عملته معاك، بياكل العشب زي البقر، أهي قوته في وسطه والشدة بتاعته في عضل بطنه، ينزل ديله زي شجرة أرز، عروق الفخدين بتوعه مطفورة، عظمه أنابيب نحاس، والضلوع بتاعته حديد مطروق. هو أول حاجة يعملها الله اللي عمله اديله سيفه، لأن الجبال بتخرج له مرعى وكل وحوش الأرض بتلعب هناك. تحت شجر السدر بيرقد في ستر القصب ومستنقعات المية العميقة، بيضلله شجر السدر بالظل بتاعه، بيحوط بيه شجر الصفصاف اللي عند السوائي. اهو النهر يفيض فما يهربش، هو يطمن ولو اندفع نهر الاردن في بقه، ممكن حاجة تتاخد من قدامه، تتخرم مناخيره بحلقة مناخير. ايوب 41. بتصطاد التمساح بسنارة، او بتدوس على سنانه بحبل، بتحط شوكة في مناخيره، او بتخرم فكه بحلقة، بيتضرع كتير ليك، او بيتكلم معاك باللين، بيقطع معاك عهد فبتاخده عبد على طول، بتلعب معاه زي العصفور، او بتربطه عشان البنات بتوعك، جماعة الصيادين بتحفر عشانه حفرة، او بيقسموه بين الكنعانيين، بتملى جلده بالحراب وراسه بحراب صيد السمك، حط ايدك عليه ما ترجعش تفتكر الحرب. اهو الامل فيه كذب، كمان اللي يبصله يتسرع، مفيش شجاع يصحيه، فمين يقف بقى في وشي؟ مين سبقني فاوفيله كل اللي تحت السما بتاعي؟ مسكتش على الاعضاء بتاعته واخبار القوة بتاعته وقيمته كويسة، مين ينزع وش كسوته؟ بين سنانه مين يدخل؟ مين يفتح درف باب وشه؟ دايرة سنانه مرعبة، ظهره تروس كبيرة تمنع، مقفولة كويس، مضغوطة بختم، الواحد يلمس التاني فالريح ما تدخلش بينها، كل واحد منها لازق في صاحبه، جامدة ما تتفصلش، عطسه يبعت نور، وعينيه زي جفن الفجر، من بقه تخرج مشاعل، شرار نار يطير منه، من مناخيره يخرج دخان، كأنه من قدر منفوخ أو من إناء طبخ، نفسه يولع جمر نار، ولهيب يخرج من بقه، في رقبته يبيت العز، وقدامه يدوس الرعب، تنيات لحمه لازقة ببعض، مسبوك عليه ما بتتحركش.
قلبه جامد زي الحجر وقاسي زي الرحاية. لما يقوم يفزع الجامدين من الخوف يتوهوا. سيف اللي يلحقه ما ينفعش، ولا رمح ولا حربة ولا درع. يحسب الحديد زي التبن والنحاس زي العود المتفتفت. القوس ما يخليهوش يمشي، حجارة المقلاع ترجع عنه زي القش. يحسب المطرقة زي قش ويضحك على هزة الرمح. بطنه من تحت حتت خزف حادة، يتمدد على الطين يعمل زي نورج، يخلي المية الكتيرة تغلي زي القدر، ويخلي البحر زي قدر الطيب. وراه ينور طريق فيفتكروا ان المية الكتيرة شابت. مفيش على التراب زيه، اتعمل للي ما يخافش. كل اللي عالي يشوف هو ملك على كل ولاد التكبر. ايوب 42. تجاوب ايوب الرب، عرفت انك تقدر على كل حاجة وما تصعبش عليك حاجة. مين ده اللي يخفي القضاء من غير معرفة؟ ولكن انا نطقت باللي مش فاهمه، بعجايب فوقي معرفتهاش. اسمع دلوقتي وانا اتكلم، اسألك فتعلمني. بسماع الودن سمعت عنك، ودلوقتي شافتك عيني. عشان كده ألوم نفسي واندم في التراب والرماد. وحصل بعد ما كلم الرب أيوب بالكلام ده، إن الرب قال لأليفاز التيماني: حمي غضبي عليك وعلى الاتنين أصحابك، لأنكم ما قلتوش فيا الصح زي عبدي أيوب. ودلوقتي بقى خدوا لنفسكم 7 تيران و7 كباش وروحوا لعبدي أيوب وطلعوا محرقة عشان خاطر نفسكم، وعبدي أيوب يصلي عشان خاطركم لأني أرفع وشه عشان ما عملش معاكم حسب الحماقة بتاعتكم، لأنكم ما قلتوش فيا الصح زي عبدي أيوب. فراح أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وعملوا زي ما قال الرب ليهم، ورفع الرب وش أيوب ورجع الرب أسر أيوب لما صلى عشان خاطر أصحابه، وزود الرب على كل اللي كان لأيوب ضعف. فجالوا كل إخواته الرجالة والستات وكل ما عرفوا قبل كده، وأكلوا معاه عيش في بيته وتعاطفوا معاه وعزوه عن كل الشر اللي جلبه الرب عليه، وإدوله كل واحد عملة واحدة وكل واحد حلقة ذهب. وبارك الرب أخرة أيوب أكتر من أيامه الأولانية، وكان عنده 14,000 من الغنم و6,000 من الجمال و1,000 جوز من البقر و1,000 حمارة، وكان عنده 7 ولاد و3 بنات. وسمى اسم الأولانية يميمة، واسم التانية قصيعة، واسم التالتة قرن هفوك. وما تلاقيتش ستات حلوة زي بنات أيوب في كل الأرض، واداهم أبوهم ميراث بين إخواتهم. وعاش أيوب بعد كده 140 سنة، وشاف ولاده وولاد ولاده لحد 4 أجيال. بعدين مات أيوب شيخ وشبعان من الأيام.